ببني ملال نظم حفل توزيع الجوائز على الفائزين في مسابقتي أوديسا بلاس وأوديسا من أجلها، وذلك بحضور فاعلين بالمنظومة المقاولاتية على صعيد الجهة. هاتان المسابقتان اللتان أطلقهما مشروع التنمية الاجتماعية والاقتصادية الدامجة لجهة بني ملال خنيفرة بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات وشركاء آخرين، تهدف إلى تعزيز ريادة الأعمال النسائية الخضراء واعتماد هذه الريادة بين صفوف الأشخاص في وضعية إعاقة من خلال تمكينهم من التكوين. الجهة دائما منفتحة مع الوكالة الأمريكية للتنمية لتنزيل مجموعة ديال المشاريع التي تهم الشباب وتعنى بقطاع الشباب، وكذلك تكوين ديال المنتخبون على صعيد الجهات. ونشكر الوكالة الأمريكية للتنمية اللي حملت على العاتق ديالها ومولت برامج التنمية المحلية للجامعات، مولت حول 40 برنامج لتدي للمواكبة ديالو، وكذلك كاين مشاريع أخرى إن شاء الله سترى النور قريبا. وهذه مناسبة لك كنشكر السلطات الإقليمية ونشكر السلطات المحلية اللي تتساهم على تنزيل هذا البرنامج المهم. وخلال هذا الحفل تم توزيع الجوائز على 18 فائزا في هذه النسخة الأولى من المسابقتين اللتين عبأت لهما الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية غلافا يفوق قيمته 3 ملايين درهم لتمويل مشاريع قابلة للتطبيق بلورها هؤلاء المتوجون من مختلف الفئات.